وفاة مخرج طاش مطاش بعد صراع مع المرض. توفي منذ قليل المخرج السعودي عبد الخالق الغانم داخل أحد المستشفيات بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان الذي استمر معه لمدة 5 سنوات. يشار إلى أن المخرج الراحل له العديد من البصمات القوية على الدراما التلفزيونية بالسعودية، حيث قام بإخراج مسلسلات عديدة من أشهرها مسلسل طاش مطاش الذي نجح نجاحا كبيرا بالمملكة وأيضا بالعديد من الدول العربية. وقد توفي المخرج السعودي عبد الخالق الغانم يوم الثلاثاء بعد تفاقم حالته الصحية في مستشفى الدمام التخصصي إثر إصابته بالسرطان بعد مصارعة المرض لخمس سنوات. وغرد الفنان أحمد الجيشي معلنا خبر الوفاة الذي بث موجة حزن عارمة بين محبي المخرج الراحل. وطبع المخرج السعودي الراحل بصمات مميزة وحاضرة بقوة على الشاشة الصغيرة، مانحا الدراما السعودية العديد من إبداعاته، كما تألق لسنوات مديدة في سلسلة طاش مطاش الذي استقطب جمهورا واسعا في المملكة وخارجها. يشار إلى أن زوجته المخرجة لورين عيسى كانت أوضحت في مقابلة سابقة مع العربية نت أن التحاليل كشفت إصابة الغانم قبل سنوات بسرطان البروستات وتعالج واستقرت أموره، لكن عند استعداده للعمل على مسلسل سناب شات عوضه المرض فبدأ العلاج من جديد. كما أضافت أن حالته ازدادت سوءا قبل 6 أشهر بعد أن انتقل السرطان من البروستات إلى الغدد الليمفاوية وبعدها للعظم. وكان تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تفاعل الشهر الماضي مع حالة الغانم المرضية وتكفل بعلاجه في الخارج، فكتب عبد الخالق الغانم عبر تويتر كل الشكر والتقدير لمعالي المستشار تركي آل الشيخ لوقفته الحنونة بتبني علاجي في الخارج، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناته مثلما عودنا على ذلك، والشكر موصول لزميلي عامر الحمود الله يحفظكم. لاحقا ظهر الغانم على قناة SBC في برنامج تحدي المشاهير في رمضان وهو بصحة وعافية قبل أن تتدهور حالته الصحية مجددا. يذكر أن الغانم الحاصل على شهادة الإخراج من معهد الفنون الجميلة في بغداد بدأ مشواره الفني عام 1992 بإخراج عدد من المسلسلات، ثم دخل إلى عالم طاش مطاش عام 1995 واستمر بإخراج أجزائه إلى أن وصل إلى الجزء 15 عام 2007، كما أخرج عددا من الأعمال منها جنون المال عام 2006 وحارتنا حلوة عام 2008 وسكتم بكتم عام 2010 ومن الآخر عام 2012 ويتصيب يتخيب عام 2012، كما ظهر كممثل ومخرج مسلسل شوية ملح الذي أخرجه عام 2002 ومسلسل سناب شاف عام 2017. وقد نعى الفنانان السعوديان ناصر القصبي وعبدالله ستحان المخرج عبد الخالق الغانم بعد أن جمعهما به العمل الذي كان سببا رئيسيا في شهرتهما وهو المسلسل الكوميدي طاش مطاش. وكتب القصبي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: فوجئت بخبر موجع وفاة الصديق العزيز المخرج عبد الخالق الغانم،